أهلا بكم. أجمع مسؤولون وأكاديميون أن إيجاد خطة وطنية فاعلة لدعم مشروعات الشباب بات ضرورة ملحة، وخلال عرض قدمته جامعة الكويت ضمن برنامج مشاريع تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال، شددوا على أهمية دعم المواهب في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية. ضمن برنامج مشاريع تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال، نظمت جامعة الكويت عرضا لمشاريعها، وذلك في غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبحضور عدد من الأكاديميين والمهتمين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخلال مشاركته في المشروع، أكد مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري أن الجامعة حققت إنجازات بارزة في مشروع ستارت أب كويت من خلال الأفكار والمشاريع التي قدمها نخبة من طلبة الجامعة، لافتا إلى أهمية دعم المواهب في المؤسسات التعليمية الحكومية. أنا نحصد اليوم ثمار استمرار شراكتنا الاستراتيجية في مشروع ستارت أب كويت الممتدة في الدورات السابقة والحالية من خلال الأفكار والمشاريع لهذا الكوكب المتميزة من أبنائنا الطلبة المبدعين، والتي نأمل استمرارها مستقبلا تأكيدا لدورنا الحيوي كمؤسسات تعليمية تزخر بالمواهب. وأكد المشاركون في المشروع أن إيجاد خطة وطنية فاعلة لدعم مشروعات الشباب وتمكينهم من تحقيق ابتكاراتهم على أرض الواقع بات ضرورة ملحة، لا سيما في ظل الطفرة التكنولوجية التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات. خطة وطنية فاعلة مرتكزة على تأسيس رأس مال بشري إبداعي لرعاية الشباب وتحفيزهم وتعزيز دورهم المجتمعي وتطوير اقتصاد متنوع مستدام.